إلى قطاع غزة، حيث نشر موقع الجزيرة تقريرا عن الدفاع المدني في قطاع غزة الذي أعلن توقف العمل بشمال غزة، وأن الوضع كارثي بشكل كبير. مراسل الجزيرة أنس الشريف أفاد بإصابة عدد من طواقم الدفاع المدني في بيت لهيا شمال القطاع بعد استهدافهم بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية، وأن طائرات الكواد كابتر حلقت فوق سيارات الدفاع المدني وطالبتهم بترك سيارات الإطفاء والإسعاف والتوجه لنقطة الجيش في محيط المستشفى الإندونيسي. مدير الصحة في قطاع غزة يطالب العالم بإرسال الأكفان، فقدوا الأمل في أن يدعمهم أحد وفي أن يوقف أحد هذه الإبادة الجماعية، فطلب دكتور منير البرش العالم بأن يرسلوا لهم الأكفان. لم نعد نجد أكفانا لشهدائنا. ما يفعله الاحتلال في شمالي القطاع جريمة حرب مكتملة الأركان. الاحتلال قتل أكثر من 1000 شخص من الكوادر الطبية في القطاع، جعلوا من المستشفيات هدفا رئيسيا. الاحتلال يستمر في التهجير، ستتحول المستشفيات إلى مقابر جماعية إذا استمرت جرائم العدوان. مع منع دخول الغذاء والدواء والماء لم نعد نجد حتى أكفانا لشهدائنا. نناشد العرب والمسلمين إرسال أكفان لمستشفيات الشمال. الإبادة في شمال غزة مستمرة. تم تأجيل التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة ومحافظة الشمال بسبب المنع الإسرائيلي. الأمم المتحدة أرسلت 1,000,000 جرعة ولقاحات عبارة عن قطرات فموية. قوات الاحتلال جرفت مراكز إيواء تابعة للأونروا في منطقة أبو زيتون شمال غزة. مستشفى كمال عدوان تحدثت عن عدم استطاعتها تقديم الخدمة الصحية للمصابين والمرضى، وأيضا مدير المستشفى قال بسبب نفاد المستشفى المستلزمات الطبية بشكل كامل لا نستطيع تقديم أي خدمة صحية. بعض التقارير تحدثت عن الاستيطان وحركة نشالة الاستيطانية الإسرائيلية ومخطط الاستيطان، وأيضا هارتس تحدثت في تقرير أن نتنياهو يبيع غزة للميليشيات الخاصة، يريد تعيين شركة إسرائيلية أمريكية خاصة لتولي المهمة بعد امتناع الجيش عن الاطلاع بهذه المهمة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن بالأمس رفض الإدارة الأمريكية احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وقال السنوار كان العائق الأول أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حان الوقت كي تحول إسرائيل النجاح العسكري إلى استراتيجي. الإدارة الأمريكية تعمل على حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان، ولدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.